السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤال بس. اتفضل اسأل. دلوقتي يجوز طبعا الزكاة لأختي المتعسرة، صح؟ متزوجة؟ متزوجة. نعم، متعسرة يعني فقيرة مسكينة، لا بأس. طيب هي عليها فلوس وأنا مش عايز أديها الفلوس أديها للدائن. ها؟ عليها فلوس ولو اديتها الفلوس دي ممكن تصرفها، فانا هعطيها للي عليها الفلوس دي هتبدأ عنها يعني، يجوز ولا؟ لا، يفترض انك تسلم المدين الفلوس وهو ما لم يكن سفيها. اذا كان سفيها صح، ممكن تقيم نفسك مقام ولي السفيه. هي مش سفيهة، بس هي انا لا خلاص، مش حطيتها سفيها، هي اولى حطيتها بالتصرف في مالها لان الزكاة حقها. شكرا.